السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في سلسلة All About Complete Dentures، نحكي اليوم عن جلسة هامة هي جلسة التجربة في الفم أو Try In Dentures. رح نحكي عن فحص تجربة الأجهزة العلوية وفحص تجربة الأجهزة السفلية وفحص تجربة الجهازين معا في الفم، لنحكي عن مجموعة من الاعتبارات. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني دائما تواصلكم واقتراحاتكم. أيضا بدي أكد على حاجتي لوضع اللايك والتعليقات والاشتراك والمشاركة، كل هاي الأمور للحقيقة تحفزنا على الاستمرار وأيضا لتساهم في انتشار المحاضرة ونشر العلم. خلونا نقول انه دينشرز اللي تم عمل واكسينج إلها ممكن نحن نفحصها، سواء من ناحية انه الأسنان الصناعية انعملت في البالانس دوكلوجن، وأيضا فحص الأسنان الأمامية وهل تم تنضيضها وأعطاء الشكل الجمالي المطلوب، ومجموعة من الاعتبارات تتعلق بالسنتريك أوكلوجن سنتريك ريليشن من خلال مجموعة من الخطوات. طبعا مثل ما حكيت في بداية المحاضرة، نحن بنفضل انه نفحص الجهاز السفلي لوحده اولا، وبعد هيك نفحص الجهاز العلوي ثانيا، بعد هيك نفحص الجهازين معا. ليلا حتى نشوف مجموعة من الاعتبارات، خلونا نفصل فيها. أول شيء حنفحصه في تجربة الأجهزة السفلية هو البيريفيرال إكستنشن أو الامتداد الحفافي، واللي بيعطيني فكرة عن البيريفيرال سيلي اللي هو أساسي في التثبيت. فمنشوف هل هناك عندي نقص أو زيادة في امتداد هاي الحواف، سواء من البكال سواء من اللينجوال سواء حتى على مستوى المنطقة الخلفية اللي هي المثلث خلف الرحوي. في حال شفنا أي زيادة بتؤدي للحركة للجهاز أو للدينشر فمن نسحلها، وفي حال في نقص فلابد أنه نحن نعدله بإضافة مركب الطبع لنبلغ الفني بضرورة تلافي هاي النقص الموجود. طبعا مثل ما أنا شايفين نسحب الشفة للأعلى ولا الأمام لتحري أي زيادة، وأيضا نطلب من المريض أنه يلمس بذروة لسانه الشفة العلوية لتحري وجود أي زيادات أو نقصان في على مستوى الحواف اللسانية. أيضا نفحص الاستقرار، والاستقرار بيتم فحصه بضغط منطقة البريمولرز، نضغط على منطقة البريمولرز والمولرز ومنلاحظ خروج الجهاز أو استقراره من الجهة الأخرى. لو حدث هذا الأمر فسببه إما أنه تنضيد الأسنان هو خارج السنخ خارج الريج، أو أنه هناك فقد في انطباق في الفيتنس من قاعدة الجهاز ومنطقة الضغط، وقد يكون سبب ذلك نقص في امتداد الفلينج في المنطقة المقابلة للضغط، وبالتالي نحن بنقوم بتعديل حسب المشكلة اللي ممكن الحقيقة أنه نحن نتبينها. أيضا نفحص التانك سبيس، هذا الأمر الثالث اللي نفحصه أثناء فحصنا للمانديبولار ترايل دينشر. نفحص نطلب من المريض أنه يرفع لسانه، وفي حال حدثت حركة فورية للجهاز فهذا يعني فقدان في فراغ اللسان، ولازم نفرق هذا الأمر هذا الفحص عن زيادة امتداد الحواف اللسانية. ليش؟ لأنه الحركة تحدث بعد ارتفاع اللسان وليس أثناء بشكل فوري أثناء رفع اللسان. أسباب هذا الأمر ممكن تكون له علاقة على أنه الأسنان منضدة بالاتجاه اللي لازم يشغله اللسان، بمعنى أنه نحن عنا تنضيد لينجوالي للريج أو للسنخ على مستوى الأضراس السفلية أو على مستوى قمة السنخ، أو أنه التنضيد صح بس مسافة البكا لينجوال هي أعرض مما يجب. فمنشوف نحن أنه وين لازم كان يتوضع خط التنضيد في حال أنه نحن نضدنا لسانيا، حنشغل أو حنتعدى على مسافة اللسان، وهذا بيؤدي تحرك الجهاز بمجرد رفع اللسان وليس بعد رفعه. أيضا ممكن يكون من الأسباب أيضا هو الميلان اللساني، منشوف أنه الأسنان منضدة بشكل لينجوال زيادة عن اللزوم، فهذا بيؤدي لأنه هي تتعدى على المساحة المخصصة لحركة اللسان. الأمر الرابع اللي بنفحصه لما بنفحص الأجهزة السفلية هو ارتفاع المستوى الإطباقي أو height of occlusal plane. حنشوف أنه نحن عادة، وحكيت عن هذا الأمر بالتفصيل سابقا، مستوى الإطباقي هو بيحدد التقاء الأرحاء العلوية والسفلية، بيقسم لي منطقة المثلث خلف الرحوي إلى ثلثين وثلث أعلى منه. وطبعا مستوى الإطباقي كنت حكيت عنه، قلت أنه قاعدة 1 على 3 2 على 3 على مستوى المثلث خلف الرحوي، أو أنه نحسب نحن ابتعاده عن فوهة قناة ستينون للغدة النكفية بتكون تقريبا ربع إنش. حكيت عن هذا الأمر بالتفصيل سابقا. وأيضا ممكن نستدل على المستوى الإطباقي بأنه هو بيكون على مستوى
تقريبا أو أسفل قليلا من مستوى اللسان في حال أنه اللسان في وضع الراحة. أي كلها أمور ممكن تساهم بأنه نحن نتعرف إذا كان مستوى الإطباقي صحيح. بعد ما فحصنا المانديبولار دينشر خلينا نروح على فحص المكزيلري تريان دينشر، وبنفس الطريقة أول شيء بنفحصه هو البيريفيرال أوتلاين سيل أو البيريفيرال أوتلاين إكستنشن أو سيلينج، وهذا يتضمن البوستيريور بالاتال سيل. طبعا بالنسبه لفحص الريفيرال سيلينج الجانب البكل بنقوم بتحريك الخدود او الشفاه للاسفل وللداخل، وبنطلب من المريض ايضا يقلد حركه المضغ، وبنفحص المنطقه المهمه جدا اللي هي الديستال ديستوباكال فلينج. المنطقة هاي بنطلب المريض يفتح فمه لأقصى حد، وبتدل حركة الدينشر لو أثناء الفتح على زيادة امتداده تعديها على نتوء المنقاري، فهون نحن بنعدل لو لقينا أي زيادة أو نقصان. بالنسبة لمنطقة البوستيريور دام أو السد الخلفي هون بنفحصه بتعليمه في الفم، وفي حال نحن خططنا لعمل تقنية الكحت الوظيفي شرحتها قبل هيك. بشكل عام موضوع السد الخلفي وكيفية تسجيله والتحقق منه حكيت عنه في محاضرة سابقة، ممكن رجعوا لها حيظهر رابطها في أعلى الشاشة في حال خطة عمل تقنية الكحت الوظيفي، فهذا هو الوقت المناسب لإجراء. بعد ذلك نفحص أيضا الاستقرار والثبات. بنفس ما فعلنا مع الفكسوفلي بنضغط على المنطقة الأمامية عند القواطع، بنضغط على منطقة البريمولر والمولر يمين يسار، وبنشوف إذا في حال صار حركة. كمان الأسباب هون بتشابه حكينا مع اللور دينجر. بالنسبة للثبات العمودي نفحصه بأنه ننزع الجهاز من الأمام، بنحاول ننزع الجهاز من الجهة الأمامية، وبالنسبة للخلفي بنحاول نحن بالعكس أنه نفصل الدينشر من الخلف، يعني كأنه عم نحركه لنفصله من الخلف قبل من الأمام. ونشوف كمان نفحص الثبات في منطقة التوبسيتي أو الحدب الفكية، بنقوم بنزع الجهاز بهالمنطقة من داخل إصبعنا، بنحاول ننزع الجهاز من المنطقة ضغط الناب في الجهة المعاكسة. هذا بيعطيني فكرة عن الريتينشن على مستوى هاي المناطق. كل هاي اللي الحقيقة بتعطيني فكرة عن ثبات الجهاز لاحقا. طبعا في حال كان في عندي نقص في السيلينج على مستوى البوستيرور سيل لازم نحن هون نعدله بأي طريقة من الطرق شرحتها سابقا، شمع المنصهر أو بمركب طبع. في حال كان عندي زيادة فمنحاول ان احنا نسحل المناطق هاي اللي فيها زيادة. بعد ما فحصنا الآن الدينشر المانديبولر والمكزيلري دينشر ننتقل لتجربة الجهازين معا في الفم. أول شيء بنفحصه هو الهوريزونتال والفيرتيكال ريليشن. بالنسبة للهوريزونتال ريليشن نطلب من المريض أنه يعمل تماس أولي على مستوى الأسنان الخلفية، ومنشوف لو لقينا في عندي أي سلايدينج في عندي أي انزياح فمنحاول نعدل هاي نقاط التماس المبكرة، منعدلها بهاي المرحلة بشكل بسيط. حقق أيضا من التطابق الخط الناصف، منشوف البعد العمودي، نتبع نفس طريقة تحديده اللي حكيت عنها في محاضرة سابقة، أيضا حيظهر رابط المحاضرة في أعلى الفيديو. في حال كان عندي خطأ هون منزيل الأسنان وبنضع الشمع بالبعد الصحيح. هاي كتير مهم أنه نحن هاي الأمور نشيك عليها في هاي المرحلة. بعد ذلك ممكن نحن أنه نفحص التماسات الإطباقية الآنية، وهذا أمر مهم جدا. منجيب شريط المايلر على كل جانب من القوس في منطقة المولرز، نطلب من المريض يعض، ومنشيل الشرايط ومنلاحظ هل القوى المطلوبة لإزالتها كانت متساوية في الجانبين، ومنعيد نفس الشيء في منطقة البريمولرز. لو لم يكن هناك إطباق متماثل آني فمنضع شمع في المنطقة اللي فيها نقص، والمريض نطلب المريض يعض، وبذلك نحصل على إطباق متماثل آني. فهذا بينقل للابراتوري أنه بهالمنطقة في عندي نقص في عملية التماسات الآنية، وبالتالي منعدل قبل طبق الأجهزة. وهيك نحن مثل ما أننا شايفين أنه الشمع بيعطيني التماسات الآنية. طبعا عدم تزامن الكونتاكتس هاي في الجانبين قد يكون سببه استخدام مادة فيها مقاومة أثناء تسجيل السنتريك ريليشن، أو أنه في عنده أخطاء في ختم الارتفاعات الشمعية خلال عملية النقل إلى الارتكليتور، أو أنه حدث التحرك في قواعد الجهاز أثناء السنتريك ريليشن ريستريشن. الخطوة اللاحقة هي فحص البالانس أوكلوجن. طبعا حكيت في محاضرة مفصلة عن الأوكلوجن بشكل عام في الكمبليت دينشرز، وما نرغبه سواء لينجولايز أو
بالانس. نحن هون عم نحكي على أساس أنه عم نشتغل على بالانس أوكلوجين وبيتم التحقق منه، ونحن حكينا عنه بالتفصيل. تماسات آنية لازم تكون في جميع الحركات لتحقيق التوازن سواء على مستوى الأسنان الأمامية أو مستوى الأسنان الخلفية، وطبعاً بيتم التحقق من هذا البالانس أوكلوجين والتماسات الآنية سواء في مستوى الحركات التقدمية البروتروسيف أو الليترال. أخطاءه لو لقينا أنه في هناك أخطاء فيه ممكن تعزى إلى أما عملية فيسبو ترانسفير غير دقيقة، أو أنه تم تسجيل الاندايلر انكلينيشن كان عملية تسجيله غير دقيقة، وبيتم التحقق باستخدام ورق عض بيبين معنا التماسات هاي إذا كانت موجودة على كل النقاط في كل الحركات. لو كان عندي أخطاء صغيرة بنعمل سحل انتقائي في جلسة تسليم الجهاز ليس على الشمع، وبيكون سهل التعامل معها. أما حنحكي عنها طبعا فيما بعد. أما لو كانت الأخطاء كبيرة سواء في البروتروسيف أو في الليترال، فالحقيقة بهيك حالة لابد من إعادة تسجيل الحركات هي البروتروسيف أو الجانبية، وبيتم نقلها بعد ذلك للأرتيكوليتور. الأمر الرابع اللي بيتم فحصه على مستوى الدينشرز اللي بتكون مع بعض الأبر واللور هو الميدلاين. طبعا أنا حكيت عنه لما حكينا قبل شوي مع الفيرتيكال ريليشن. هون ممكن نحن نفحصه بشكل أشمل مع الوجه لحتى نتحرى، لأنه نحن الآن عم نحكي عن نواحي جمالية. بنشوف كمان خط الابتسام مثل ما نحن شايفين لازم تقريبا يظهر الحدود القاطعة على الأسنان الأمامية العلوية، وبنشوف أيضا مسايرة هذا الكارفيتشر لور ليب كارفيتشر. بنشيك كمان على حجم وشكل ولون الأسنان، بناخذ كونسنت من البيشنت انه هو موافق على كل هاي التفاصيل. بنشوف ايضا بروفايل الليب بروفايل او الليب فورم، معرفه ضروره ازاله شمع الدهليزي الحافه الدهليزيه. احيانا بنشوف انه السبورت على مستوى الليبس قليل مثل ما احنا شايفين، فالدينشر فرصه انه نحن نحسن هذا السبورت. فلو لقينا في نقص بالتالي بنطلب الزياده في وضع في الواكسينج في هالمنطقه، او بالعكس بنزيل من الشمع الدهليزي لو لقينا انه هناك بروز زائد على مستوى السبورت للليب بروفايل والليب فورم. في بعض الأحيان ما بيكفي إذا كان السبورت كتير واضح، ما بيكفي إنه نحن نتحكم بهي العملية بإنه نعمل بروز أو سبورت للليب من خلال فقط إضافة شمع. نطلب بهالحالة إنه من الفني يعمل لنا تنضيد الأسنان أكثر بكلي، مثل ما قلت بنشيك على موضوع إنه كمية الأسنان أو التيس ديسبلي تكون حوالي 2 مليمتر. وهون كمان مهم جدا شكل الشفة. في بعض الأحيان هذا بيعمل لبس عند الأطباء، يعني بمعنى إنه هو بيعمل المستوى الإطباقي وبيشتغل حسب الفيرتيكال ريليشن والمسافة الاسترخائية المتاحة، بس بيلاحظ إنه هو الشفة أو الأسنان لا تظهر بسبب طول الشفة. فنحن هون مهم جدا انه ما كتير نتقيد بموضوع إطالة الشمع اللي يظهر 2 ميلي، لانه في بعض الاحيان هذا بيؤدي لاستحالة تنضيد الاسنان وفق البعد العمودي الصحيح. لانه لازم نعترف انه في بعض الاحيان المرضى بيكون عندهم شفة علوية طويلة، فلازم نكون نحن يعني عندنا القدرة والمرونة للتحكم بهذا الامر مع حساب البعد العمودي ضمن هامش معين، او بانه نحن نوضح للمريض أنه رح يبين قليل من الأسنان أقل من المعتاد بسبب طول الشفة. وطبعا هذا الأمر لازم مناقشته مع المريض، لأنه في بعض الأحيان المرضى ممكن يكونوا حابين تظهر أسنانه. آخر شيء بدي أحكي، طبعا حكيت عن التيث ديسبلي تقريبا حوالي 2 مليمتر لازم يظهر، ومع شفاة طويلة ممكن نقبل أقل من ذلك. آخر شيء بدي أحكي عنه نجربه في العيادة من خلال وضع الدينشرز هو الكلام، وهو له علاقة بشكل أساسي مع تنضيد الأسنان الأمامية، وله علاقة مع الفيرتيكال ريليشن أو الفيرتيكال دايمينشن. نطلب من المريض يقول كلمات مثل زيبد، مثل ساد، يس، ذيس، كوك، شو، رينت. أيضا نطلب من المريض يلفظ حرف الاف والاف. هاي الكلمات بتعطيني بوضوح إذا كان المريض عم يلفظ حرف الاس بطريقة صحيحة. بنشوف إنه لما المريض بيلفظ حرف الاس تبدو الأسنان وكأنها على وشك الانطباق أو على وشك الأوكلوجن. بنطلب من المريض يلفظ حرف الـ F والـ V. الأسنان العلوية تبدو هون وكأنها تمس حافة الشفة السفلية الداخلية بدون تماس للأسنان الخلفية. أيضا نطلب من المريض أنه يلفظ حرف الـ P والـ P. هون الشفاه بتتماس مع فراغ بين الأسنان. طبعا بعد ما نشوف لفظ الأحرف ومنعدل حسب ما يوافق، بيتم أخذ consent موافقة من المريض على أنه موافق على كل التفاصيل هاي، تمهيدا لأنه نحن نرسل الدينشرز
اللاب لحتى نبدأ مرحلة البروسيسينج أو طبخ الأجهزة وإنهاءها تمهيدا لجلسة تسليم الدينشرز. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة، نتابع إن شاء الله في هذه السلسلة اللي اقتربنا من نهايتها. نحكي في المحاضرة القادمة عن جلسة التسليم، ربما لن أتكلم عن جلسة الطبخ والإنهاء لأنه جلسة لها علاقة بشكل أساسي مع اللاب، ربما أتعرض لبعض النقاط اللي بتفيدنا أو تهمنا كأطباء أسنان. فنتابع إن شاء الله في المحاضرة القادمة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.